Once again, good afternoon. Everybody's awake? Did you have Ethiopian coffee? I would like to welcome you to Addis Ababa, Ethiopia, to the 17th Annual Internet Governance Forum. I would also like to welcome you to our high-level session to discuss an important topic on digital trust and security. My name is Solomon Kassa. I'm the producer and host of a weekly science and TV show on Ethiopian Broadcasting Services, a founder of 1888 EC, a tech venture studio here in Addis, and a senior technology advisor and strategist. And I'll be your moderator for this panel. Our digital security is under threat. Malicious actors are targeting the critical infrastructures of hospitals, airports, power grids with devastating human consequences. With severe attacks that have evolved in scope, sophistication, and targets, the internet is literally a virtual battleground or battlefield. FBI's 2021 Internet Crime Report highlights in the US alone, it received a record number of 847,376 complaints from the American public. و... إذن اشتكوا في عام 2021. ومما لا شك فيه أن هذا تم أيضا في عام 2020.
وهذا ما كلف ما يصل إلى 9 بليون دولار أمريكي. وخلال العامين الماضيين فقد كان هناك حاجة إلى مزيد من الرقمنة وأيضا الاستثمار في الفضاء السيبرناتي. كانت هناك هجمات سيبرناتية بسبب وكان هناك مشكلة في مواجهتها بسبب كثير من التحديات والتعقيدات. ومما لا شك فيه أن هذا كلفنا الكثير أيضا. هذا وفقا للملاحظات التي تم التقدم بها فيما يتعلق بالأمن الذي الأمن الفضائي ووزارة الدفاع والأمن المتعلقة بالفضاء على مستوى أوروبا. وهذا تم خلال المؤتمر الذي عقد في عام 2022. مما لا شك فيه أن هذه المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالمعلومات المغلوطة وكل ما يتعلق أيضا ب البرمجيات الخبيثة والضارة والتي تحتوي على فيروسات وأيضا مطالب الحصول على فديات والاحتيال كانت منتشرة خلال العامين الماضيين. إذن ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى معايير وآليات لزيادة الثقة من أجل إعطاء دفعة للأمن السيبرناتي. وإن الاتحاد الدولي للاتصالات قام بإطلاق مجموعة من المعايير من أجل النهوض بمراكز البيانات الخضراء كأحد المحركات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومما لا شك فيه أن الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن هذا الأمر مهم للغاية ونظرا لأن هناك تحولين كبيرين سيتمان خلال القرن 21 يتعلقان بأزمة المناخ والتحول الرقمي. إذن ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد للتغلب على العقبات التي نواجهها في مجال الثقة الرقمية والأمن السيبرناتي. وإن مناقشة هذه الأمور أمر هام للغاية ونحن سعداء لأن ينضم إلينا عدد من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال التي ستطلعنا على آرائها فيما يتعلق بهذه الثقة السيبرناتية. إذن أود أن أدعو الحضور الكريم لأخذ الكلمة وأود أن أبدأ بتقديم المتحدثين الأساسيين. السيد توماس الرئيس المشارك لمجلس التكنولوجيا وهو أيضا عضو في بلوكتشين مجلس البلوكتشين. وأيضا السيد كاميل المتخصص في مجال المهارات السيبرناتية. وأيضا السيد موفريحات كاميل وزير العمل في والسيد هيروشيدا يوشيدا نائب وزير السياسات التنسيقية باليابان وأيضا ممثل الاتحاد الروسي السيد شيركوفا السيدة بيلا شيركوفا وأيضا السيدة دوران الأمينة العامة للاتحاد الاتصالات الدولي والسيد ناتفيك السفير الولايات المتحدة المسؤول عن سياسات الفضاء السيبرناتي والسيد نهور نوجي سفير أثيوبيا في المعني بالمجال الرقمي والسيد ناريل جوسن المسؤول عن الأمن السيبرناتي ودكتور ماك نورا المسؤول عن مراكز التميز على مستوى وزارة الدفاع السيد كريس شاروك نائب رئيس وأيضا نائب رئيس شركة مايكروسوفت وأيضا السيد ريمي ماريشو سفير فرنسا لدى أثيوبيا. إذن نرحب بالمتحدثين الرئيسيين. سأطلعكم على بعض النواحي التنظيمية. أولا أود أن أبلغكم أن كل متحدث سيأخذ فقط دقيقة ونصف
وإنني سأتابع هذا عبر الساعة الخاصة بي. ولدينا أيضا الزملاء الآخرين الذين سينضمون إلينا عبر الإنترنت. إذن أرحب بكم جميعا. إذن بعد أن أقرأ كل سؤال من الأسئلة فإنني أتوقع أن أحصل على إجاباتكم. إذن فيما يتعلق بالتعاون على مستوى الأطراف المتعددة من القطاع العام والخاص لهما دور هام في مجال الأمن السيبرناتي. إذن ما هي العناصر الأساسية من أجل بناء ثقة في مجال الرقمي والأمن الرقمي فيما بين الدول، وما هي الوسائل التي تساعد على بناء إطار الثقة الدولية؟ الكلمة المتحدث الأول، شكرا جزيلا. أنا أسعد بأن أكون المتحدث الأول، ولكنني متعب بعض الشيء بسبب فروق التوقيت من الولايات المتحدة الأمريكية، مما لا شك فيه أن هذه المؤسسة السيبرناتية تتسم بكثير من التحديات، وعلينا أن نتخذ الإجراءات ذات الصلة. نحن نرى أن هناك عجز في مجال الثقة بين كافة الأطراف، بل هناك أيضا عجز في الثقة بين الوكالات الحكومية ومقدمي الخدمة. إن النقص في الثقة بين أجهزة إنفاذ القانون واضح، وبالتالي إن عدم توافر الثقة بين مقدم الخدمة والمستخدمين واضح أيضا، وهذا ما ينبغي أن نتحدث عنه من أجل بناء الثقة بين كافة الأطراف هذه. ونحن نعتقد أن التعاون بين كافة الأطراف أصحاب المصلحة والشراكة الجيدة التي تتضمن المجتمع المدني أمر هام من أجل تحقيق هذا الهدف. إن الأمم المتحدة بدأت أيضا في البحث عن مختلف السبل لبناء فهم مشترك وبناء الثقة والتوافق بين كافة الأطراف. شكرا جزيلا. السيد أوسمون لكم الكلمة. شكرا جزيلا ومساء الخير لكم جميعا. شكرا للحكومة المضيفة حكومة أثيوبيا لاستضافتنا. إنني سعيد لأن أنضم إليكم هنا في أثيوبيا. فيما يتعلق ببناء الثقة، أود أن أبدأ بالقول بأنه بدون الثقة في المنتجات السيبرناتية والرقمية فلن يستخدم أحد هذه المنتجات. إذن المجتمعات لا تستطيع أن تستفيد من الرقمنة في هذه الحالة. وكما سمعنا صباح اليوم، فإن هذا سيكون له أثر سلبي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذن الثقة هامة الغاية من أجل تحقيق هذا الهدف. إن الثقة الرقمية هي نتيجة لعدد من العناصر والعلاقة بين مختلف الأطراف أصحاب المصلحة. وإن سؤالك يتعلق بالحكومات والثقة بين الحكومات المختلفة والدول المختلفة، وإنني أعتقد أن هذا يبدأ من خلال الشفافية. إن الشفافية تتعلق بتفسير القانون وتفسير القوانين الوطنية وتنفيذها والنوايا والإجراءات القائمة من أجل احترام حقوق الآخرين. وهذا أيضا يتعلق مع مبدأ جعل الدول مساءلة، وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه كافة الأطراف. شكرا جزيلا. السيد فيك عبر الإنترنت يمكن أن يأخذ الكلمة. شكرا جزيلا سولمان، وشكرا لكم جميعا. اسمي باتريك، وهذا هو
أول منتدى حوكمة الإنترنت الذي أحضره. أنتم على حق بأن تركزوا على ثقة، إن الثقة هي العملة الأساسية التي ينبغي أن نسعى لاستخدامها في مجال الرقمي، مما لا شك في أن هناك توجه متزايد للتحول نحو الكلاود، وإن الكوفيد أيضا أسرعت من هذا التوجه ومن لامركزية الناس الذين يستخدمون الإنترنت والتكنولوجيا. أنا سأركز على نقطتين أساسيتين في بناء الثقة الرقمية. أولا، اتباع نهج متعدد الأطراف يعتمد على الثقة والأمن، وأنا متخصص في الإنترنت ومستثمر في مجال التكنولوجيا وفي المجال السيبرناتي، وبالتالي أدرك تماماً أهمية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وأعتقد أن هناك توافق في الآراء يتطلب مشاركة الجميع. والعنصر الثاني يتمثل في وضع إطار عمل يحدد مسؤوليات الدول والأطراف في المجال السيبرناتي، ومما لا شك فيه أنه فإنني يمكن أن أتحدى الجميع بأن يكون هناك أي اتفاقية توقع عليها الدول جميعاً، الأعضاء في الأمم المتحدة، في مجال الثقة والأمن السيبرناتي. الكلمة المتحدثة التالي، أنا كنت أعمل في الحكومة والآن أمثل بعض الأطراف أصحاب المصلحة، ومن خلال الأمن السيبرناتي الذي عملت فيه منذ 3 سنوات رأيت التهديدات التي تواجهها الرقمنة. إذن من المهم أن ندرك أن الدول ليست هي العناصر الفاعلة الوحيدة، ولكن القطاع الخاص والمجتمع المدني لهما أيضا دور، وسأركز على جانب تلعب فيه منظمتي دورا هاما، يتمثل في التمكين وبناء القدرات في المجال السيبرناتي، وهذا سيساعدنا على التخطي كثير من التحديات التي تحدثنا عنها صباح اليوم، مما لا شك فيه أننا هذا سيساعدنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذن ينبغي أن نركز على دور الحكومات والدول، ينبغي أن تتواصل معنا وتوفر بناء القدرات لكي تتمكن من تأمين توافر الثقة في المجال السيبرناتي. مما لا شك فيه أن المجتمع المدني والأطراف أصحاب المصلحة والقطاع الخاص ينبغي أن يلعبوا دورا في هذا المجال، ولذلك فإنني أركز على دور كافة الأطراف. إذن أتطلع للقيام بدور في هذا المجال. شكرا المتحدث التالي. شكرا جزيلا السيدات والسادة الوزراء والسفراء الوفود الكريمة، إن الدفاع عن رؤية مشتركة من أجل توفير رقمنة عادلة بالنسبة لكافة الدول هو أحد الأهداف التي تسعى إليها فرنسا. إن بناء القدرات تم الإشارة إليه وهذا أمر جوهري. أود أن أشير إلى أن النهار الجماعي لا يتمثل في إدراك وجهات النظر المتباينة، ولكن أيضا أن نستفيد من إنترنت مفتوحة للجميع، ومن أجل ضمان تحقيق الثقة في المجال الرقمي فإن النهج متعدد الأطراف مهم. إن الدول والمجتمع المدني والأطراف أصحاب المصلحة والمنصات مسؤولة عن ذلك. إن هذا نهج عمل يتسم بالشمول، ونود أن نستمر في العمل على أساسه. ومما لا شك فيه أن هناك نداء باريس ونداء نيوزيلندا الخاص ببناء الثقة، كل هذه المبادرات تهدف إلى تعبئة الأطراف أصحاب المصلحة من أجل ضمان الثقة والأمن في مجال الفضاء السيبرناتي. شكرا جزيلا. شكرا سعادة السفير. أعتقد أن السيد كاسيفا أيضا معنا عبر الإنترنت. السيدة كاسيفا، مما لا شك فيه أن الثقة
الشاملة هي أحد الأسس الأساسية، وهي تعتمد على التعاون بين الدول. وعندما تتقاسم الدول في مبادئها فهذا أهم، مثل لعبة السكر أو كرة القدم. أي دولة ينبغي أن تتبع نفس قواعد اللعبة، وينبغي أن تكون لعبة تتسم بالنزاهة. إذن هذا سيساعد على بناء الثقة الرقمية. للأسف في الوقت الحالي ليس لدينا أي قواعد مشتركة ولا أسس لتطوير وبناء الثقة الشاملة والأمن الجماعي. إن العناصر الأساسية وهي الدولة والمنصات العالمية لها فهمها الخاص بالسلوك المناسب على مستوى الأمن السيبرناتي. ومما لا شك فيه أن مصلحة عنصر ما لا تتفق مع مصلحة العناصر الأخرى. إذن القطاع الخاص أيضا يتبع القواعد الخاصة به، مما لا شك فيه. مما لا شك فيه أنه من المهم بالنسبة للدول أن تضمن الثقة والأمن والسلام على مستوى الإنترنت. وإن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن هذا الموضوع في العام الماضي. ما زال هناك نوع من التوتر في مجال التعاون الدولي على مستوى الإنترنت، وهذا ما لا يسمح بأن نبدأ بعملية وضع البدء في وضع إطار للتوافق عليه. إن السبيل الوحيد لبناء الثقة يتمثل في بناء في اتباع مبدأ المساواة واحترام سيادة الآخرين. نحن ندعم فكرة التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال. مما لا شك فيه أننا نسعى لأن تكون كل هذه الأمور تتسم بالأمن والثقة. أود أن أوجه عنايتكم إلى السؤال التالي: كيف يمكن للأطراف أصحاب المصلحة أن تشارك بطريقة فعالة في وضع معايير للفضاء السيبرناتي، وما هي المعايير اللازمة، وكيف يمكن لمعايير الأمم المتحدة أن تطبق لكي نجعل الدول مسؤولة ومسألة؟ كلمة المتحدث الأول. شكرا جزيلا. كما تعلمون أن ولاية اليونسكو تتمثل في ضمان التدفق الحر للمعلومات، وهذا يمكن أن يتم من خلال بناء القدرات ووضع آليات نتفق فيها على المعايير لكل الدول الأعضاء. وأود أن أشير إلى مثلين. في العام الماضي فإن اليونسكو أوصت ببعض المعايير الأخلاقية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وحددت أيضا احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان ودعم المساواة بين الجنسين واحترام سيادة القانون. والآن نتوجه إلى سق آخر خلال مؤتمر الإنترنت من أجل الثقة وتنظيم الفضاء السيبرناتي لصالح الجميع. إننا أشرت صباح اليوم في كلمتي بعض الموضوعات التي سيتم تناولها خلال هذا المؤتمر. باختصار هذا ما كنت أود أن أقوله في هذه المرحلة. شكرا جزيلا سيد جوناس. السيد شارك لكم الكلمة. شكرا جزيلا. أنا سعيد لأن أنضم إليكم. فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة للأطراف أصحاب المصلحة في وضع معايير خاصة بالأمن السيبرناتي، أستطيع أن أقول أنه ليس هناك منتديات كثيرة يمكن أن نشارك فيها للحديث عن هذا الموضوع، ولكن خلال اليومين الماضيين أشرت إلى أن اللجنة
المخصصة المعنية بممارسات الأمن السيبرناتي وضعت بعض المعايير. وبالإضافة إلى هذا كانت هناك بعض الجهود المبذولة من خلال الاتفاق على اتفاقية باريس. وبالإضافة إلى هذا أود أن أشير إلى أهمية التشاور مع الأطراف أصحاب المصلحة، ولا سيما فيما يتعلق بالخطوات العملية. إن مجتمع الأطراف أصحاب المصلحة يمكن أن يشارك في عملية تنفيذ المعايير. إذن المثال الجيد يتمثل في ما قام به أكثر من 100 محامي في وضع القوانين والمعايير الخاصة بالإنترنت، ووضعنا في الاعتبار ظروف الدول المختلفة، ولا سيما في إطار بعض تنظيم بعض الانتخابات، وتوصلوا إلى توصيات تتعلق بتنفيذ حماية البنى الأساسية من الهجمات السيبرنتية. إذن من المهم أن نطبق هذه التوصيات بنجاح. شكرا جزيلا سيد شرك. المتحدث التالي. شكرا جزيلا. سولومون، مساء الخير وصباح الخير لكم جميعا. لأنني أعلم أن الجميع يحاول أن يتابع الحديث من مختلف بلدان العالم. أنا سعيد لأنضم إليكم هنا، وأود أن أرحب بكم في أثيوبيا. وأنا وزيرة العمل في أثيوبيا. ما نود أن نتناوله الآن يتعلق أساساً بالثقة الرقمية، بالعلاقة بين الأفراد. فعندما نتحدث عن الثقة وكيف يمكن أن نشرك الأطراف أصحاب المصلحة، فعلى حد فهمي ينبغي أن يكون هناك تغيير في السلوك في تناول بعض الأمور. ينبغي أن نتعامل مع التكنولوجيا بطريقة مختلفة. ينبغي أن يكون هناك تحول يركز على أن الإنسان ويركز على العلاقات بين الناس، ويركز على تحقيق السلم والتعاون والاعتماد المتبادل. إذن ينبغي أن نمكن الناس بدءا من المدارس من خلال النظام التعليمي وإشراك كافة الأطراف أصحاب المصلحة في ذلك، لأن لدينا كثير من العيير. إذن من خلال مشاركة الأطراف أصحاب المصلحة يمكن أن نحقق ما صممناه وننفذه. إذن ينبغي أن نضمن مشاركة الأطراف أصحاب المصلحة لكي يكون هناك أسلوب مختلف في التفكير والعقليات والسلوك، وننتقل من الإجراءات الحمائية إلى الإجراءات الاستباقية والتحولية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا صاحبة السعادة. السيد الوزير مفلس، لكم الكلمة. شكرا جزيلا سولومون، ومساء الخير لكم جميعا. أنا سعيد أن أنضم إليكم. أعتقد النقطة الأولى تتمثل في ضرورة مناقشة المعايير، والمعايير هي ما نعتقده ونتفق عليه في إطار مجتمع ما، وهذا يتطلب مشاركة جميع الأطراف المصلحة في هذه القرية العالمية والاتفاق على المعايير الخاصة بالفضاء السيبرناتي. إذا كان علينا أن نصمم هذه المعايير، من يمكن أن يصممها؟ نستقيها من ماذا؟ كيف ننفذها؟ ينبغي أن يتم صياغة هذه المعايير وكتابتها وتنفيذها. سأحاول أن أجيب على بعض الأسئلة،
وهي أننا نحتاج لأن يكون هناك نوع من التوافق في الآراء ومن الاتفاق بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأطراف أصحاب المصلحة حول ما هي الحدود الدنيا لتلك المعايير. نحن نتحدث عن الاحترام المتبادل، عن كرامة الإنسان، وأعتقد أيضا أنه لدى تطبيق تلك المعايير ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتساق وأيضا تطبيق القانون الدولي، لأنه عندما نكون جميعا متفقون فسيكون هناك اتساق في عملية التطبيق. شكرا جزيلا سعادة السفير موشين، لكم الكلمة. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بهذا الموضوع فإن فرنسا تشجع المشاركة متعددة الأطراف في إطار الإجراءات التي تتم على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى أيضا المشاركة الفعالة، مما لا شك فيه أن القرار الصادر عن الأمم المتحدة يعتبر مثالا رائعا للاستجابة لهذا الاحتياج. إن هذا القرار يشجع على دعم التصرف المسؤول من قبل الدول في مجال الرقمنة. إن هذه آلية شاملة داخل الأمم المتحدة وتتضمن ثلاثة جوانب. أولا دعم الدول في تنفيذ السلوك المسؤول في استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال بناء القدرات. ثانيا النهوض بالحوار والتعاون بين الأطراف أصحاب المصلحة، أي القطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، من أجل المساهمة في عملية التنفيذ. ثالثا بذل متابعة جهود الدول في التنفيذ، ولا سيما في ضمان الأمن في المجال السيبرناتي، ووضع هذا الإطار على أساس توافقي. هذا البرنامج سيتم تنسيقه من خلال الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، ونحن نتطلع للمشاركة مع كافة الدول خلال الجلسات المقبلة. شكرا جزيلا على حسن الاستماع. شكرا جزيلا صاحب السعادة. أستاذ شين، هل تود أن تضيف إذا منظور الأمم المتحدة لهذا؟ نحن بالطبع لابد أن نتفهم ما يحدث من هجمات والأنشطة الشبيهة، فمن السهل أن نقول هذا ولكن التنفيذ أصعب. ولقد عملنا لمدة أكثر من 30 عاما وما زلنا نناقش هذا، وفي عندما كنت شابا كنت أعتقد هذا، الآن أتحدث عن هذا ولكنني كبير ما زلت أنيقا، وأرجو أن هذه المناقشة تستطيع أن تؤدي إلى اتفاقية دولية حيث لا تتوفر لنا تعريفا واضحا لمثل هذا الموقف، ومن ثم فأمامنا مسار طويل، وهذا بالطبع سيكون ليس بالطريق والضرب الممهد، فأمامنا مبادئ رئيسية مثل 19 وثيقة ضد الإرهاب للدولية، وأكثر من 10 قرارات لمجلس الأمن وأدلة إرشادية لمجلس الأمن، كلها تستطيع أن تساعدنا حتى نستمر في العمل هذا. شكرا جزيلا. الآن سنتحدث عن السيدة ثابو، رئيس تحالف أفريقيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أعتقد أن في قلب هذا
هناك إذن خلق مشترك وخلق منصة أو منصة الخلق المشترك تستند على الاحترام المتبادل، حيث جميع الأطراف لهم نفس البيانات وهناك مساواة في القدرة على المساهمة. نحن حاليا عندنا مثلا حدث مثل كأس العالم، ونستطيع كيف حدث هذا بحيث أبعد الدول استطاع أن تساهم في بيئة ينظر إليها ويكون في لعبة عادل في هذا. فلابد أن نتعلم من مثل هذا الحدث ومن هذه المنصات من حيث خلق وإعداد القواعد والمشاركة فيها. ويتساءل الشخص فيما يخص القواعد الرئيسية التي يجب انتهاجها، والمفتاح هو أن نضع إذن الحقوق الإنسانية في الوسط، فلا بد أن يتم احترامها. فإذا تعاملنا مع هذا نستطيع أن نمضي قدما وننفتح على المجتمع أكثر ونأخذ في الاعتبار كل الاعتبارات الأخرى. والتطبيق يبدأ بالتعهدات ثم لابد أن يمر بالاحتياجات والمضي قدما ويساهم الجميع في ذلك. شكرا جزيلا السيد توماس أونلاين، فالكلمة لك سيدي. شكرا جزيلا. أنا أحاول أن أكون سأكون موجزا أن مصدر تفكيري هي أن قواعد السيبرانية توضع قبل تحديد أولويات القيم المشتركة. وأعتقد أن القيم المشتركة بدونها لا يمكن تطوير المفاهيم السيبرانية. فهناك مجتمعات ودول عندها حرية للتعبير، ودول أخرى ومجتمعات بها انتخابات عادلة وحرة، وهناك مجموعات مختلفة متعددة الأطراف نشارك فيها، مثلا لا علاقة بما بالنزاهة الانتخابية لأن احترام القواعد الانتخابية. فلا يوجد أي معنى للقيام بهذا إن لم تكن هناك حرية التعبير في المجتمع، ولا يوجد مغزى له إذا لم تكن هناك انتخابات عادلة. وبالتالي فإن الحقوق الرئيسية تسبق المناقشات على القواعد. فإذا لم نستطع أن نتفق على الأسس لا يوجد توصل القواعد، ومن ثم الأمن السيبراني. فلا لا توجد منظمة تغطي الأمن السيبراني ما لم يكن هناك اهتمام مشترك في الحفاظ على القيم المشتركة. هذا حقيقة الأمر. فنستطيع أن نتشارك معلومات مع دول لا تتبع القواعد الأساسية في مجالات تسبق المناقشات الخاصة بالقواعد السبرانية وفي الفضاء السبراني، لأن القواعد خارج هذا الفضاء. أعتقد من منظوري ومن منظور الكثير من العالم، فهذه القواعد الفضاء السبرانية هي قواعد المجتمعات الحرة الديمقراطية. شكرا، شكرا جزيلا. نعتذر، فعندنا علم. فإذا سمع أعترف مسبقا إن لم أرى هذه الإشارة. أشكر لكل استجاباتي، وبهذا سننتقل للسؤال الثاني عن أزمة المناخ. مع احتلال أزمة المناخ على رأس جدول الأعمال العالمية، ما هي الأساليب التي يجب أن نتبناها لضمان أن تكون التقنيات جزءا من حل أمن المناخ وليست المشكلة؟ كيف يمكننا تقديم أقدر قدر من المساءلة بشأن هذه القضايا؟ ومثلا بنية تحتية والتصنيع وعادة التدوير، فيكون بحيث يكون كذلك التعدين المسؤول. فكل هذه الأفكار سنعطيها أولا للسيد يوشيدا، له الكلمة. عمتم مساء جميعا، يسرني أن أنضم إليكم اليوم
نعم التكنولوجيا تستطيع أن المناخية قد تكون مشكلة وتهديد لقضايا تغير المناخ. ومن ثم إذا حدثنا عن عملية تهريب البيانات من بلدان، فما بدأ منذ إذن كوفيد-19، ولقد ذكر أن في 2030 في المجال الرقمي ستؤدي إلى 36 ضعف مما يحدث حاليا، وفي 2050 دراسة تقول أن معدلات ستصل إلى 200 مرة عمليات الاحتداد. وهذا يشير إلى أهمية فهم المواجهة صبرانية، ولكن هذا يعني هذا سيزيد الاستهلاك ب20-30 لجميع الدول، فلابد من تطوير تقنيات جديدة. وربما أحد الحلول هي تقنيات حرة وتستطيع أن تقلل من استهلاك الطاقة إلى كسور من الحلول والتقنيات الحالية. ومن ثم فنحن نتحدث عن تقنيات جديدة بحيث هذه التقنيات يمكن استخدامها، ولكن في نفس الوقت ممكن تسبب في أزمة ولكن تكون حلا. وكيف نستطيع أن نستخدم التقنيات الرقمية لتمكين المجتمعات من الرصد والمتمع، ونستطيع أن نبنى مجتمع إذن حساس لتغير المناخ. شكرا سيد يوسيدا. من متحدثين أونلاين السيد كاسوفا. سيد كاسوفا، من الأهمية أن نتفهم إذن التقنيات التكنولوجية لمساندة الدول النامية ومساندة اقتصاداتها في إطار الحياد. وما حدث في مؤتمر الأطراف 27 أخيرا، فلابد أن نؤكد على أن لابد من جهود مشتركة من أجل تحسين التحصل على التقنيات وتبادل التقنيات بين الدول المختلفة، وتحسين التنسيق لسلاسل القيمة العالمية والتخلص من الحواجز التجارية. فالزراعة الرئيسي عندما نتحدث عن انبعاثات غازات الدفيع، ولا نستطيع أن نحل المشاكل بدون إدخال الزراعة في الحلول. ومن ثم من أجل تحسين الموقف الزراعة، نحن في حاجة لتقنيات جديدة، وهذا سيكون هدفنا الجديد باستخدام التقنيات الرقمية في الزراعة من أجل تحسين استدامتها. في روسيا هناك بعض المشروعات في هذا، فنحن نقوم بتماعة انبعاثات غازات الدفيع باستخدام سفن الفضاء التي تسمح لنا باستخدام ابتكارات رقمية من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيع أو أثرها على الطبيعة. وفي هذا المناخ الدولي المعقد اليوم، نحن في حاجة إلى منظمات دولية أن تقوم بتوفير الأمن للدول. أود أن أذكركم بدور ITU ونظمة الاتصالات العامية فيما يخص بالاتصالات الرقمية والتقنيات. شكرا سيدتي. السؤال التالي لكم، ربما هذا هم لأفريقيا، لأننا نستطيع أن نكون إذا ضحايا تغير مناخ بينما نستفيد من تقنياتنا. هناك منظركم السيدة ماتشيغاني. شكرا. We cannot hear you well. Yeah, can you fix the mic, please? No, نستطيع أن نسمع جيدا سيدي، فيرجى مراجعة الميكروفون. لابد أن يكون سحرا. فعندما يتحدث الشخص عن هذا الموضوع، موضوع البيئة والمناخ، فهذا الموضوع موضوع حساس يحتاج أن نبدأ بالسلوك الذي يتبع هذا. فهذا بلغ الأهمية.
أنا نستطيع أن أقول حاجة من جانب وننهي الآخر، فنعتبر أن هذا نقطة المنطلق، ومن هنا لابد أن نتحدث عما يسمى بالوعي والضمير الرقمي اللي يبدأ منذ المهد حتى القبر. فنحن لابد أن نتفهم أن هناك ضمير إذن بيئي وإدراك بيئي، فهو يبدأ من عندما لابد أن نجعل تفكيرنا يتمشى مع القواعد البيئية المتوفرة. وشكرا، ستقف هنا صاحب المعالي. صحيح المعالي، أعتقد أن أمن المناخ يرتبط بالأمن الغذائي، فسواء المداخلات التقنية تستطيع أن تحل هذه المشكلة أم لا، فهذا السؤال المحوري. فما يهمه كيف نستخدم التقنية، التكنولوجيا قد تكون حلاً مانع هذه المشكلة. مثلا إذا أخذنا في الاعتبار البيئة الخضراء، فهناك تدخلات تكنولوجية نستطيع أن نعتبر حالة أثيوبيا فيما يخص المرص الأخضر هي تكنولوجيا ولكن محلية، أو إذا معرفة تبناها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، والهدف الرئيسي لمبادرتنا هو التوصل إلى زرع 80 مليار شجرة، ولكن وصلنا ل 25 مليار في العام الأخيرة، وليست مليا. في هذه مبادرة محلية يدعمها المهارات الوطنية للمواطنين، فالجميع شارك فيها. فعندما نتحدث عن التكنولوجيا لا يجب أن نفكر فقط في قمة التكنولوجيا، فالتكنولوجيا والمعرفة المحلية لابد كذلك أن تكون جزءا منها. وإجابتي على هذا السؤال، نحن لابد أن ننظر فيما يحدث. شكرا. السيد الجلاصي، شكرا جزيلا. أعتقد أن الجهود لتحقيق انبعاثات السفرية بحدود 2050 أساسية لكفاءة الفلاسفة، التقنيات الرقمية والتحليل المعمق والذكاء الصناعي، فهي تستطيع أن تحد بنسبة 5-10% من انبعاثات غازات الدفيئة بالغ الأهمية. ورقم 2، أعتقد أن هناك 3 أبعاد أساسية. 1 هو نواضيع السياسات، لابد أن يكون على معرفة بهذه التقدمات التكنولوجية ما تستطيع أن تساعد به على مكافحة المناس، ليس فقط على وعي ولكن إدراكها في سياساتهم واستراتيجيهم. هو 2، بناء القدرات، الأمر أساسية، فقد نعرف من القدرات التكنولوجية لا تتوفر لنا الموارد البشرية المهيرة لتقوم بهذا من أجل استخدام التكنولوجيا. وفي النهاية البيانات المفتوحة والعلوم المفتوحة أمر أساسي، هناك أدوات لتطوير تغير. وأود أن أختم، اليونسكو في العام الماضي قام اعتماد توصيات العلوم المفتوحة لليونسكو من 143 دولة من أجل علوم مفتوحة وبيانات مفتوحة لكل دول العالم، وهذا بلغ الأهمية لبناء القدرات. وشكرا. شكرا السيد مارين، لكم مدرة عدة فلكم الكلام. شكرا جزيلا. أعتقد أن هناك العديد من نقاط الربط بين قمة الأذن وبين الأمن السبراني، وتم مناقشتها وتدور للمناقشات، وبالطبع المخاطر أكثر من قبل. وأعتقد أن ما أشرت الأمين العام المتحد لابد من اختراق وتغيير الموقف. والخبر الجيد كما أشار السيد المتحدث من قبل أن التكنولوجيا الرقمية
لها دور أساسية تلعبه عندما نتحدث عن مثل هذه المبادرات والمتابعة والحد من الآثار وتكيف وكذا ما يتحدث عن باسات الجزات الدافئة. من ثم فلا بد أن تتحدث ونقوم بدفع المعايير الخضراء، ولا بد أن نتابع انبعاثات الغازات الدافئة، وكذلك لابد كما ذكر المتحدثين لابد أن نعمل على الجبهة التشريعية والسياسات، ولابد كذلك أن نتحدث كذلك عن نفايات الإلكترونية. فقط 78 دولة لها تشريعات وسياسات خاصة بالنفايات والرقمية، فلابد أن نتحدث كذلك. والإعلانات الأمين العام 3.5 مليار دولار حتى نستطيع أن تكون أنظمة الإنذار المبكر في العام الخمسة القادمة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ما هي أمثلة التعاون في مجال الأمن في الشمال والجنوب؟ وسوف نبدأ بسيد بلوشيدا. شكرا جزيلا. أعتقد لا يوجد نهاية لهذا التعاون في قضايا الأمن السيبرياني، وبخطر الأمن السيبرياني تشمل العديد من العناصر تحتاج إلى القدرات البشرية، ولكن هناك أمران مهمان. أولاً الشركاء بين القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال بنينا أنظمة معلوماتية بين القطاعين العام والخاص في بلدنا. والنقطة الثانية هي استمرار تطوير الموارد البشرية. لدينا بعض الأنشطة مثل بناء مركز بناء قدرات الأمن السيبراني الذي أسس في بانكوك في عام 2018، وأيضا لدينا مشروع مشترك مع البنك الدولي ويسمى مبادرة فريق التطوير الرقمي في أفريقيا. هذه المبادرة تم توسيع نطاقها ومدعومة الآن من أطراف مختلفة عن البنك الدولي، من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، استونيا وبلدان أخرى. لا يوجد حلول فورية أو حل لقضايا الأمن السيبريانية، علينا أن نواصل البحث وبذل الجهود. شكرا جزيلا. بناء التعاون بين الأطراف المعنية داخل الدولة يعتمد كثيرا على الثقافة. أنا من دولة تحت تعاني من ارتفاع مستويات البحر، وتعاوننا ثقافتنا في اتخاذ القرارات مبنية على اتخاذ القرارات بناء على التوافق والشراكة مع الأطراف المعنية المختلفة. ولكن هناك درس آخر مستفاد للبلدان الأخرى. لو أرادت الدولة التعاون متعدد القطاعات داخل الدولة، بداية طيبة ستتمثل هنا في أن يتم دعوة الأطراف الشريكة الأخرى وأن تكون جزء من عملية اتخاذ القرارات وتقاسم السلطة والنفوذ. ونحن في هولندا كان ذلك هو توجهنا، وحاولنا نحن دولة مرقمنة طورت نفسها رقميا، لكننا حاولنا أن نستمع للآخرين ونساعد الآخرين في قيادة العصر الرقمي أو الدخول إلى العصر الرقمي. ولهذا السبب أسسنا مع بلدان أخرى المنتدى العالمي بشأن الخبرات التقنية السيبريانية، والذي يدعم برنامج العمل وبناء القدرات في مجال القانون الدولي. لذلك نحن نحاول أن نشارك ونتقاسم الخبرات الدولية فيما بيننا. شكرا جزيلا سيد بريتش. كلنا نتعلم
أن نتحدث بإيجاز. سأعطي مثالين. المثال الأول محلي في الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا الجمعية التعاونية الدفاعية للأمن الإنترنت، وهو تعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، القطاع العام، القطاع المحلي. والنجاح هذه التجربة وتبادل المعلومات بين الاتجاهين، ليس بأننا نأخذ معلومات من جهة ونحللها، ولكن تقاسم المعلومات يسير بصورة تبادلية تفيد كل الأطراف. أما المثال الدولي الناجح من وجهة نظري هو تنظيم المنظمة الدولية في مجال أمن الإنترنت، ونجاح هذه التجربة الدولية يكمن في أن القرارات يتم التفاوض عليها على فترة زمنية طويلة، ويكون هناك اتفاق على استخدامها واللجوء إليها وقت الأزمات والمخاطر. شكرا جزيلا. سيد مورتون. السيدة مورتون، على سبيل المتابعة لهذه النقاط حتى نحقق هذا التعاون المستدام، لابد أن يرتكز على الحوار وأن يرتكز على إشراك الأطراف المعنية. وكما قال كريسي من قبل، الأمر لا يتعلق بين الأمم فقط والحكومات، ولكن المجتمع المدني والمواطنين. نحن بحاجة إلى نماذج جديدة، وكما ذكرتم من قبل أن عملية الإشراك اتباع النهج الحكومة ككل، إشراك المؤسسات الوطنية، إشراك الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يبني الثقة، أن نقوم بجهودنا ونعمل مع الشركاء مثل مركز كريسل في بناء القدرات وفي تطوير الخدمات، وأيضا مؤشر العالمية للأمن السيبرياني وتحديد الفجوات والثغرات للتدابير القانونية والتنظيمية وتطوير القدرات والتعاون. شكرا جزيلا. سيد توماس. نعم شكرا، سأكون موجزا. لدي ثلاث أمثلة لاستدامة التعاون على مستوى العالم، ربما أفضلها على الإطلاق حتى الآن مركز الناتو للتميز في مجال أمن السيبرياني، والذي يتضمن الكثير والعديد من أعضاء والمنظمات الدولية في شمال الأطلنطي، وكذلك مؤسسات أوروبية وأعضاء في أستراليا واليابان. ولذلك هذه المؤسسة مبنية على الثقة واحترام القيم المشتركة، وهي تعمل منذ الهجمات السيبرانية التي وقعت في بلادي في 2007، ومنذ ذلك الحين نحن نعمل قرابة 14 عاما. المثال الثاني للتعاون المستدام السيبرياني في بلادي، والذي بدأ وفعل مع فنلندا في فنلندا ثم البرتغال وكرواتيا، وفيري آيلاندز. وأقول أننا أيضا استطعنا أن نضع أنظمة حماية على الإنترنت في شكل مجتمع مدني أو مجموعة منظمات غير الحكومية، والذين يعملون ويتعاونون معا لأجل الحماية ووقاية الأمن السيبرياني لدينا في إستونيا. شكرا سيد توماس. إليك سيد بينتر. شكرا جزيلا. أمران، أريد أن أذكر أمرين. منذ 11 عاماً كنت واحد من المطورين الإنترنت في العالم، ثم واجهتنا قضية دبلوماسية وهي التعاون بين الجهات المختلفة. التعاون مهم للغاية، لابد من المشاركة مع الأطراف المعنية وليس فقط الحكومات، والتعاون مهم للغاية.
الأمر الثاني هو تطوير القدرات وأهمية بناء القدرات للحفاظ على التنمية وعلى التعاون والتطوير، ولكن لابد أن تكون عملية شمولية. هناك نموذج عن طريق التعاون بين المؤسسات، 170 شريكاً يشكلون 60 دولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ولدينا شركاء من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الحكومية والاتحاد الأفريقي يونيكو والأسيان وغيرها من المنظمات. مثالان، المثال الأول أن لدينا مجموعات عمل تعمل على مجالات مواضيعية، ولدينا بوابة عالمية مفتوحة للجميع. وأيضا الأمر المهم هو أننا لدينا شبكة من خبراء الأفارقة والذين يتعاونون، كما قلت نتعاون مع الاتحاد الأفريقي وغيره لبناء القدرات الأفريقية ولبناء توجه مبني على طلب المواطنين وتلبية احتياجات المجتمعات الجنوبية أو في الجنوب. 3 دقائق للمتحدث القادم لأنك سترد على الأسئلة، فهل لديكم ردود فعل؟ شكراً سالومون، شكراً جزيلاً. أعتقد حقاً كما ذكر زملائي الروس في السؤال الأول، الثقة والتعاون مهمان للغاية. كما قال الرئيس السابق توماس عن المركز ناتو للتعاون، المسألة ترتبط بالثقة والتعاون. نحن لدينا 38 دولة ممثلة في هذا المركز، وغرضنا هو دعم الدول لمواجهة التهديدات السيبريانية. المساحة أو الحيز السيبرياني كبير للغاية. تعظيم التعاون مهم للغاية هنا بناء على مبدأين. أولاً، لابد أن تتعرف كل دولة على جيرانها، ثم بناء الثقة مع أولئك الجيران. لابد أن نقوم باستقاء الدروس المستفادة والدروس الممارسات الفضلة بدعم من الخبراء والمطورين والباحثين القانونيين. لابد لهذه الأطراف أن تثق ببعضها البعض وتقوي علاقاتها وأواصر التعاون فيما بينها. هنا أيضا في الـ IGF منتدى العالمي للإنترنت، نحن نجتمع معا نبني الثقة فيما بيننا. وأختتم بمثال، مثال من أوكرانيا. إستونيا بلادي وأوكرانيا كان لديهم تعاون قوي جدا في العلوم الرقمية. كثير من الخبرات الأوكرانية الرقمية بنيت بناء على خبرات إستونيا، وأوكرانيا قد تطورت سريعا لدرجة أننا نريد أن نبني خبراتنا في إستونيا بناء على التجربة الناجحة لأوكرانيا. وهذا يعتبر أفضل مثال على تبادل التعاون لتحقيق الفائدة المتبادلة الاقتصادية التي تساعد كلا البلدين. وأخيراً وليس آخراً، أنه مع الأسف كان علينا أن لا نتعامل فقط مع الجريمة التقليدية السيبرانية أو اختراق المعلومات. لا أحد ذكر الجرائم السيبريانية برعاية الدول نفسها، وهذه الجرائم منتشرة، يمكن أن يكون لها مزايا مالية أو سياسية، ومن ثم لابد من التعاون بين الأطراف المعنية لحماية الحدود بين البلدان. نحاول بالتأكيد أن ندعم أوكرانيا في محنتها الراهنة وتحقيق وتأسيس السلام مرة أخرى بها. التحول الرقمي يهدف إلى تحسين حياة الناس بدلاً من الانقسام الرقمي. السؤال هنا، كيف ترتبط مواطن الضعف في الأمن السيبرياني مرتبط بالتحديات
وكيف نواجه هذه نقاط الضعف تلك في المجال السيبرياني؟ هناك تبعات كثيرة لمواطن الضعف التي تعاني منها الدول في حيزها الفضائي، ونحن نتعامل هنا مع النقاط الأساسية بناء على الاحترام. احترام الذات يترجم إلى احترام حقوق الآخرين، وهنا نبدأ التفكير في مصلحتنا ومصلحة الآخرين. ولكن هذا مبدأ طويل الأجل، يبدأ بالثقافة، يرتكز على ثقافة الدولة، ومن خلال الحسنى، من خلال الأعمال الجيدة، فإن هذا يعود عليك بالنفع. الهيكل الاجتماعي، وضع الهيكل الاجتماعي للتعامل مع نقاط الضعف، التعامل مع قضايا الوعي والتعليم، بناء القدرات، وهذا أمر في غاية الأهمية للتعامل مع تلك القضية. شكراً، شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. الأمن يعتبر من حقوق الإنسان، ومن ثم أمن الرقمي لا يختلف، فهو من حقوق الإنسان. الثقة، خلق الثقة على الإنترنت عن طريق التفاعل المسالم هو الذي يعزز هذه الثقة، ويعزز التوائم والانسجام على الحيز السيبرياني. إن ممارسات الأمن السيبرياني والسياسات والاستراتيجيات التي تضع الإنسان محورها عن طريق آليات نظومية، وعن طريق احترام الأطر الاقتصادية والاجتماعية دون مع احترام الإنسان، لتعزيز الحرية وتحقيق المزايا الاقتصادية. وفي هذا الصدد هناك مصالح متنافسة ومتعارضة، كيف سنقيم التوازن بين هذه المصالح المتعارضة؟ هذا هو السؤال. سيدة نوتا موردن، في عام 2021 وجد الإنتربول أن معدل جي دي بي في أفريقيا خفض ب10% بسبب جرائم على الإنترنت، ومن ثم فإن تأثيره كبير. مخاطر جرائم الإنترنت أيضاً تزيد بسبب وجود التكنولوجيات الجديدة، هناك مخاطر إضافية وضعف الثقة. وناتالي ذكرت هذا الصباح أن دون الثقة هذه الفكرة لن تستفيد من التحول الرقمي أبداً. التواصل الجيد الذي يحمي أساليب التواصل أمر مهم للغاية. نحن نؤمن بالمنهج الحقوقي في المجال الرقمي، وبناء الخدمات وتقديم الخدمات التي تتضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك الخصوصية وحرية التعبير وغيرها من الأمور. وقد أظهرنا ذلك من خلال دعم استراتيجيات الأمن السيبرياني، وفي عملنا مع اليونسكو وشراكاتنا مع الهيئات المختلفة لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. شكرا سولومون. فيما يتعلق بتحديات أمن السيبرياني، نحن لدينا توجسات متشابهة جدا في كل أنحاء العالم. ربما التوجس الأول هو الناس، الأفراد ذاتهم. نحن بحاجة إلى استثمارات ضخمة لكي نفهم طبيعة التهديدات التي تحيط بالبشر، واستثمارات كبيرة في المتخصصين وأصحاب المهارة الذين يحمون حقوق الإنسان في المجال السيبرياني. وشركات استثمرت كثيراً في مصممات
في السنوات الماضية. مايكروسوفت مثلاً العام الماضي كرست أكثر من 20 مليار دولار لوضع حلول سيبرانية لحماية العملاء، ونحن نعتمد حلول مبتكرة ضد القرصنة وغيرها. لابد أن نعنى بالمهنيين، وأحياناً في عام 2025 سوف يخسر هؤلاء الخبراء أكثر من 3.5 مليون وظيفة في مجال الأمن السيبرياني إن لم يتم تدعيم قدراتهم. في بداية هذا العام أعلننا عن توسيع نطاق حملة الأمن السيبرياني ل23 دولة، مع توفير المهارات وفي مجال الأمن، وندعم أيضا عمل الجي اف سي في مختلف البلدان. شكرا جزيلا. مما لا شك فيه أن الأمن السيبرناتي مهم للغاية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي الذي نتحدث عنه جميعا. إذا لم نحقق الأمن السيبرناتي فلن نحقق كثيرا من الأشياء، ولا سيما في أفريقيا. إذن مما لا شك فيه أن للأمن السيبرناتي أثر كبير على المستوى الاقتصادي وعلى أيضا الأجندة الخاصة بحماية حقوق الإنسان. نرى أن كثيرا من التحديات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني، إذن ينبغي أن يكون هناك استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات. وبينما نفكر في كل هذا، فإن حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وربطها بالأمن السيبرناتي أمر هام، ينبغي أن نجد الحلول لذلك. مما لا شك فيه الأمن السيبرناتي هو ليس بمعزل عن غيره، ينبغي أن يدرج في السياسات الخاصة بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. ينبغي أيضا أن نركز على المجال الاقتصادي والسياسي ومجال حقوق الإنسان وعلى المجتمعات المختلفة في أفريقيا وفي كل أنحاء العالم. شكرا. أستاذ جلاسي لكم الكلمة. شكرا جزيلا. مما لا شك فيه أن الهشاشة وربطها بالمجتمع المدني ترجع أساساً إلى سوء الاستخدام، وهذا يثير كثير من الشغل فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وأيضاً التمييز والتفرقة نحو بعض المجتمعات ولا سيما النساء. وهناك أنواع أخرى من أوجه الضعف منتشرة في أفريقيا، وهي تتضمن عدم الوصول إلى البيانات والتكنولوجيا والوصول أيضاً إلى الموارد الخاصة بحقوق الإنسان. إن اليونسكو قامت بدراسة إحصائية كبيرة في أفريقيا لكي تقيم الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وتوصلت إلى ضرورة بناء القدرات المؤسسية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة المساواة بين الرجل والمرأة. أقل من 20% الذين يعملون في الذكاء الاصطناعي من النساء، وإن بناء القدرات مهم للغاية. إن اليونسكو قامت بتدريب أكثر من 9 مليون شخصاً في إفريقيا خلال فترة الكوفيد، والأولوية الثالثة هي تقديم المشورة للدول حول الاستراتيجية المناسبة وبناء الشراكة من أجل الاستخدام الجيد للذكاء الاصطناعي. إذن شكرا جزيلا. السيد إيوبوس لكم الكلمة. شكرا جزيلا.
أن الهشاشة في أفريقيا وأوجه الضعف ترجع إلى ظروف أفريقيا، مما لا شك فيه أن بعض البنى الأساسية الهامة مثل المستشفيات تمر بصعوبات كثيرة، إنها تعاني من انقطاع الكهرباء مثلا. إذن من المهم أن ندعم هذا القطاع، كما أن عدم توافر الاتساق والسلام أمر مهم، وعدم احترام كرامة الإنسان، وأيضا عدم احترام بعض الفئات. هناك أحيانا بعض المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما أن عدم توافر الدخل الكافي وسبل عيش أحد المشكلات الأساسية التي تواجهها أفريقيا. إذن ينبغي أن نركز في أفريقيا على الشراكة وعلى بناء علاقات الشراكة في مجال الأمن السيبرناتي، مع توفير البنى الأساسية ذات الصلة في القارة الإفريقية. شكرا جزيلا. السيد فيك لكم الكلمة. شكرا جزيلا. إن التكنولوجيا الرقمية مرتبطة بحقوق الإنسان، وينبغي أن نفكر في هذا في كافة الجوانب. في العام الماضي تم دعم كثير من البنى الأساسية الخاصة باحتياجات الإنسان، وهناك نوعين مختلفان من عدم القدرة على الحصول والوصول. هناك أكثر من 3 بليون شخص على مستوى العالم غير متصلين بالإنترنت، ونحن سنستمر في المنظمة الدولية للاتصال في بذل مزيد من الجهد. وهناك فئة أخرى يصل أكثر منها 150 حكومة تقوم بطريقة متعمدة بفصل مواطنيها عن الإنترنت على المستوى العالمي. ومن وجهة النظر الأمنية، وبينما الدول تقوم بتنمية البنى الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، فينبغي أن تضمن توافر نظم إيكولوجية أمنية سيبرناتية. شكرا. ننتقل إلى السؤال الأخير والهام. ما هي الممارسات التي يمكن اعتمادها من أجل معالجة عملية انتشار المعلومات المضللة؟ وكيف يمكن أن نضمن نوع من التضافر والتآذر من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض الأزمات العالمية المتعلقة بالمناخ والصحة؟ أولا، في أستونيا مثلا، إن الرئيس أشار إلى أن عملية الدفاع عن الأمن السيبرناتي أمر مهم، وأحد المكونات الأساسية تتمثل في تحديد في وقف حملات المضللة على مستوى وسائل الإعلام. إن حملات المعلومات المضللة انتشرت مؤخرا ضد أوكرانيا، وبدون وقف هذه الحملات لا نستطيع أن نتوصل إلى أي حل. إن أركز على التعليم والتثقيف، ومما لا شك فيه أن مطوري البرمجيات ينبغي أيضا أن يركزوا على تثقيف وتعليم الناس. شكرا. شكرا جزيلا. السيد توماس لكم الكلمة. شكرا جزيلا. دكتور نورمر تحدث عن هذا الموضوع. في الواقع أن لدينا مجتمع المدني الذي لعب دورا هاما في مكافحة المعلومات المضللة، لأن ليس للحكومة الوقت الكافي لمكافحة
المعلومات المضللة، وأعطيكم مثالاً ليس من بلادي، ولكن كيف يمكن أن تؤثر تلك المعلومات المضللة على قطاع الصحة. في أحد القنوات الألمانية تم الإشارة إلى حملات دعائية ضد التلقيح، وفي نفس الوقت في القنوات المحلية يتم الإشارة إلى أن الناس سيطردون من أعمالهم إذا لم يتم تلقيحهم. إذن هذه المعلومات المضللة تؤثر بصورة كبيرة على صحتنا، وبالتالي ينبغي أن نواجهها بشدة. شكرا جزيلا. السيد أوسمن لكم الكلمة. سيدة أوسمن لك الكلمة. شكرا جزيلا. إن هذه المعلومات المضللة والمغلوطة تؤثر على حياتنا اليومية، مما لا شك فيه أن أفضل أسلوب لمواجهة المعلومات المضللة هو خلق بيئة لاحترام حقوق الإنسان وللتسامح. وقد تم الإشارة إلى الأنشطة الخاصة بفصل الناس عن الإنترنت. أرجو أن تفكر الحكومات في تمويل التعددية، تشجيع التعددية، وحتى من خلال وسائل الإعلام المتعددة، فإن هذه المعلومات المضللة يمكن أن تستمر في الانتشار. إذن أهم شيء هو أن نحافظ على النسبية وأن نضع حدا للمعلومات المضللة من خلال التعليم والتثقيف، وأن يكون هناك نوع من الاعتدال الذي تتسم به وسائل الإعلام. شكرا. السيد ويشيدا لكم الكلمة. شكرا جزيلا. نحن نتناول الآن التغير المناخي والنواحي المتعلقة بالصحة وعلاقة المعلومات المضللة بهذين المجالين، مما لا شك فيه أن هذا تعتبر مشكلة عالمية. ما هو مهم هو أن الحكومات لا ينبغي أن تصدر أحكاما من أعلى إلى أسفل، ينبغي أن تطرح الموضوع للمناقشات على مستوى الأطراف أصحاب المصلحة، لأن الأطراف المختلفة تقع عليها مسؤولية، وإن الحكومة ينبغي أن توفر معلومات موضوعية معتمدة على الأدلة العلمية. إن حرية التفكير والتعبير مهمة للغاية، إذن ينبغي أن نتعامل مع هذه المعلومات المضللة من أجل في نفس الوقت حماية حق التعبير وحق الكلمة وحق الرأي. وإن تثقيف وسائل الإعلام مهمة للغاية من أجل وضع حد تلك المعلومات المضللة. شكرا. السيد كاسيفا لك الكلمة. شكرا جزيلا. إن المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة تعتبر سلاحاً على مستوى الساحة الدولية، ونحن على علم كثيراً بهذه المعلومات المضللة في بلدي، ونحن نواجه كثير من الهجمات المخطط لها في مجال الفضاء السيبرناتي. وإن الدور الأساسي الذي ينبغي أن نلعبه هو مواجهة تلك المعلومات الخاطئة والمضللة. إن مركز معلومات الروسي تعرض لعدد كبير من الهجمات وكثير من المعلومات الخاطئة التي تم تعميمها خلال هذا العام في الفضاء السيبرناتي. من المهم للغاية أن نفهم كيف يمكن أن نواجه هذه الظاهرة، ومن المهم أيضاً
أن مجال المعلومات لا يبقى فارغا، ينبغي أن يتم ملؤه بمعلومات صحيحة. إن فضاء المعلومات متجزئ للغاية، وكثيرا من كثير من الدول تشارك فيه بفاعلية، وإن المستفيدين من تلك المعلومات يعانون من هذا. ونحن نعتقد أننا ينبغي أن نضع قواعد حول خاصة بتنظيم هذا القطاع. إن بعض الشركات الكبرى المعنية بالمعلومات تستخدم الوسائل الخاصة بها بطريقة خاطئة، ينبغي أن نضع قواعد لاستخدام المنصات. قد يكون هذا تحت مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن هذا هو أحد الموضوعات التي يمكن أن يتم مناقشتها. المتحدث التالي إن بعض المنظمات والهيئات تستخدم سلاح الكوفيد 19 لكي يشنوا حربا علينا. ينبغي أن نواجه هذا التحدي بقوة، وينبغي أن يكون هناك تعاون فيما بين الدول في هذا المجال. ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب أن تلعب دورا في هذا المجال، وينبغي أن يتم بناء قدرات الدول في هذا المجال، وينبغي أن نساعد الدول على عملية التطبيق والتنفيذ. وفيما يتعلق باحترام القانون الدولي، نرى أن هناك بعض الفجوات وعدم احترام بعض الدول للقانون الدولي في هذا المجال. نحن ندعو الدول الأعضاء لأن تستمر في العمل من أجل مكافحة الإرهاب. إن عملنا ينبغي أن يستمر في هذا المجال. شكراً. أصحاب السعادة، صاحب السعادة السيد فلاوس، لكم الكلمة. شكراً سلمون. أولاً أود أن أركز على محو الأمية. في نهاية الأمر ينبغي أن نسلح المواطنين بالمهارات الكافية من أجل مواجهة المعلومات المضللة والخاطئة. وأنا أتحدث عن هذا عن تجربة، لأنني كنت نائبة لوزير الاتصالات في خضم كوفيد 19. نحن حاولنا أن نكافح ونحارب المعلومات المغلوطة خلال الكوفيد 19. نحن يمكن أن نعتمد على تعليم وتثقيف المواطنين. ينبغي أن نوفر المعلومات السليمة والصحيحة للمواطنين، ولهذا فنحن نحتاج لأن نضع مزيد من المسؤولية على وسائل الإعلام ومنصات الإعلامية لكي يتم إدارتها بطريقة أفضل، ولكي تتسم بالاعتدال. وبدون هذا الاعتدال لن نتمكن من تحقيق الهدف المنشود. شكرا. السيد نبي تشو، لكم الكلمة. شكرا جزيلا سولومون. هناك كثير من المتحدثين السابقين الذين تحدثوا عن التعليم والتثقيف. أنا أود أن أتحدث عن أحد العناصر لمكافحة المعلومات المضللة. هذا يتمثل في ببناء القدرات. هناك بعض المدارات في هذا المجال، وهي الشراكة من أجل المعلومات والديمقراطية التي تم إطلاقها في عام 2019، وهناك عدد كبير من الدول التي انضمت إلى هذه المبادرة التي تركز على حرية التعبير. وهناك قمة للديمقراطية سيتم تنظيمها على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك أيضا مرصد للديمقراطية والمعلومات على مستوى أجياك
يقوم بمتابعة كل ما يتعلق بالمعلومات. والمبادرة الثانية تتعلق بوسائل الإعلام العامة التي أطلقت في منتدى باريس في عام 2021، وهي مبادرة تساهم فيها فرنسا بمبلغ يصل إلى 15 مليون يورو، مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام الحكومية كانت مهددة بالإغلاق، وبالتالي سعينا إلى توفير التمويل لها من أجل دعم وسائل الإعلام الحكومية في الدول النامية. أهم شيء هو أن يكون هناك نوع من التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن نجعل المنصات مساءلة عما تنشره من معلومات، وأن نتقاسم المعلومات. وأود أن أشير إلى أنه ما هو غير مسموح به في غير إطار الإنترنت غير مسموح، لا ينبغي أن يكون مسموحا به عبر الإنترنت. شكرا جزيلا. Where trusted news and information can thrive. So we recently developed. نحن إذا قمنا بتطوير نهج لمحاربة التجهيل الإعلامي وما يسمى الأربعة دال اللاتينية لحفاظ ونستخدم مايكروسوفت. أولا نقوم بالاستضافة ونتتبع لمن يقوم باستخدام المعلومات، وكذلك نقوم باستكشاف من أجل إخلال بعملياتهم. واحدة الطرق نستخدم قوة الشفافية لتوعية الناس عن عمليات التأثير السبرانية، وثلاثة التعامل مع التوريد المالي لمعرفة لمنع الإعلانات على هذه المواقع، وثالث أو الدال السابقة هي الردع. نحن نود أن نقوم بمد القواعد الدولية من أجل إيقاف التجهيل الإعلامي والتزييف، والدال الأخيرة هي الدفاع، وهي الخطوات الإيجابية التي يمكن من أجل تعزيز النظام المعلوماتي. وجزء من هذا توعية الجمهور عن كيف أن يكون مستهلك متمرس للمعلومات والحفاظ وتعزيز الصحافة التقليدية من أجل الحفاظ على المعلومات التقليدية. شكرا جزيلا. وعلى الحدث الأخير، وأن يتحدث عن عملية التزييف العميق والمنصات المزورة، وشكرا لما ذكر المعلومات. والآن فيما نقوم سنعطي كل متحدث أي ملاحظات نهائية، وهذا سيكون أكثر تحديا، سيكون 30 ثانية. وبهذا سأبدأ بسيد توماس. سيد توماس 30 ثانية. إذا كنت أتحدث لن أسمعك. سأكرر ما قلته هنا كخطر مشترك، أن القيم المشتركة والحقوق تسبق أي أشكال مختلفة في الفضاء السيبرناتي. فلما نحت رمي الحقوق الأساسية والحريات في كل حرية الرأي وحرية الانتخاب الحر، فهذا لابد أن يكون دليلنا. شكرا. شكرا جزيلا. صاحبة المعالي. شكرا جزيلا. أود أن أركز على التفكير الجديد أو عادة التفكير في الأمر نفسه، لأن النقطة الرئيسية والمحورية لقضية كيف أن نعمل هو أن نقولها من منظور التكنولوجيا، ولا نستطيع أن نقوم بحل وتناول هذا الإشكال بتركيز فقط على إذن نهج وحيد ومتفرد. ومن ثم في عدة التفكير هو أن نرى هذه القضية الهامة من منظور الناس، بحيث نستطيع أن نتعرف كيف نستطيع أن نتعايش بطريقة آمنة، ليس بالطريقة التي نقوم بالقيام بها من خلال النهج التحويلي، بدلا من التركيز
على الإجراءات الوقائية؟ لماذا لا نركز على الإجراءات التفاعلية؟ هذا سؤال. شكرا. شكرا صاحبة المعالي سيد كلوس. سيد كلوس شكرا. أن في الختام أود أن أقول هل حتى أن يكون هناك ثقة رقمية وأمنة لابد أن نتفكر ننظر إلى بعض البعض كمتساوين وكشركاء فاعلين، وأيا كانت المواقف الجيوسياسية في العالم لابد أن نكون شركاء وليس توجد إذن مزايا، فلابد أن تكون شفافية ونخرج جميع كاسبين وليس فقط كحوار في الوقت الذي نثمن مواطنينا وحرياتنا. سيد يوشيدا شكرا. هناك مفهوم من أجل ما ذكر في مجموعة العشرين في 2019 والثقة موجودة في تسريع تدفق المعلومات، والفكرة الأساسية أن الثقة لابد أن تكون من طرف واحد ليس فقط الحكومة ولكن ولا من الأعمال، فالثقة لابد أن تدفع من خلال نهج المتعدد الأطراف المعنية المختلفة، ولابد أن نناقش هذا الموضوع كذلك. فاليابان تستضيف إذن اجتماع الجي اف في العام القادم، ونحن نتطلع إلى مناقشات حول قضايا مختلفة، وما تم مناقشته هنا في أديسا وبالإضافة إلى إذن تغطية الفارق أو الهوة الرقمية والحرية الشخصية والأمن، وكذلك التكنولوجيات الجديدة وغيرها، ونتطلع إلى نراكم جميعا في اليمن في العام القادم. شكرا. شكرا السيدة شوكاسيفا. شكرا جزيلا. اليوم فالموضوع الأمن السيبرانية أساسية، وروسيا تعزز هذا الموضوع في الأمم المتحدة، ونحن نعتقد من أمم عديدة نعتقد أن لابد من حل على مستوى الدولي. وأنا أود أن أذكركم من حدث حصل مع أفرنك، و هذا حالة جيدة نذكره هنا في أفريقيا. فأفرنك كانت لا وضع المنظمات الدولية، وتم منعها في وقت ما، فلابد مراجعتها أكثر بما فيها نموذج الأطراف متعددة الأطراف مع الأمم المتحدة. وأود أن أذكر كذلك أن روسيا قامت بتجربة رقمية عالمية، وما نود أن نشارك خبرتنا مع دول أخرى، وأود أن أغتنم هذه الفرصة وأدعو الجميع إلى المشاركة في القمة الثانية الروسية أفريقيا ستعقد في سان بطرسبرغ في الصيف. شكرا. ICT هي سيف ذي حدين، ولا بد يتم استخدامها بطريقة فاعلة ولكن بطريقة ذكية، وأرجو أن الجميع سيتفهم هذا. شكرا. شكرا سيد مورتن. سيدة مورتن شكرا. ربما تعقيبه هو العجلة هنا، لا نستطيع أن ننتظر، فنحن في حاجة إلى أن نأخذ إجراءات مشتركة، وقد استمعنا لحلول اليوم ولابد أن نبني عليها، ولنا جميعا دور نلعب، الشباب النساء الحكومات بما فيها البرلمانيين المجتمعات الوطنية المدنية، وأود أن أشير كذلك إلى الأمية الرقمية، ولا يجب أن نستطيع بمستوى كل من يقوم بها كأفراد. شكرا سيد جراسم. شكرا. أعتقد سيد جراسم أعتقد أننا كل الأطراف
المشاركة أساسية لحماية سيادة القانون حقوق الإنسان واليونسكو ملتزم بدعم الدول الأعضاء ومواجهة التحديات للعام الرقمي من خلال بناء القدرات في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي ومن خلال اللجنة العديدة المتحدة للتنمية المستدامة. قمنا بنشر إطار لتحول الموظفين العامين وسيكون أهم للحكومات. وأخيرا نحن في حاجة إلى الانفتاح ومشاركة للأطراف المتعددة ضمن التكنولوجيا تم تطويرها واستخدامها بطريقة تعتمد على الإنسان. شكرا. واحدة أهم سوء الفهم حول التكنولوجيا هو أنها حول التكنولوجيا وفهم أن المشاكل التكنولوجيا حول طريقة معالجة والعملية والتكنولوجيا. فلابد أن نستثمر بداية في الناس ونقوم هذا من خلال بناء قدراتي. فلنقوم عن رفع التكنولوجيا كقضية تكنولوجيا على المستوى ومشاركة إذن المنتديات مثل IGF. شكرا السيد نافيشن. شكرا الثقة بين الأطراف المتعددة أساسية حتى لابد أن تكون احترام القانون الدولي وتعمل قبله. هذا ما يمنع خارج الشبكات الإنترنت لابد أن يمنع داخل الإنترنت. وكذا الإنترنت تم بناؤه على نموذج متعدد الأطراف لابد محافظة عليه والشفاف. ثلاثة الشفافية على مستوى المنصات في استخدام اللوغاريتميات حتى يستطيع المستخدم يستخدم بالطريقة الأكثر واعي لكل أدوات الرقمية. شكرا. أعتقد أننا علينا أن نقوم بتطبيق ما اتفقنا عليه وبصفة خاصة على مستوى الدولة. فلقد اتفقنا جميعا أن القوانين الدولية بما فيها قوانين حقوق الإنسان تنطبق على الإنترنت وغيره. ولابد أن نقوم بتطبيق هذا وبناء قدراتي أمر أساسي لهذا. وفقط إذن لمجتمع الأطراف المعنية المختلفة لجعل الدول مسؤولة عن هذا. وبما أن هذا منتدى لحكمة الإنترنت أود أن أفرق بين الحوكمة التقنية الإنترنت وحوكمة الإنترنت للمحتوى. وبالنسبة للطبقة الفنية أرجو لا يتم إصلاح ما هو غير معطل. فتم عمل منذ البداية ولكن كل ما هو فيما على مستوى المحتوى فنحن بالتأكيد نحن في حاجة لمناقشة هناك. ونحن في كذلك أن نكون واقعين لأن هناك فوارق في العالم. شكرا. شكرا جزيلا دكتور نورما. أنا شكرا. أعتقد أننا جميعا في هذا جمهور نتشارك قيم ما نريده السلام والأمن لوطننا. وكما أشرنا من قبل فأن الفضاء السيبراني والإنترنت طريقة تسمح بهذا الرفاه والرخاء. وقمنا كذلك بتأسيس أن التعاون والتفاهم أمر أساسي. ومن ثم لابد أن نقوم ببعض الإجراءات فالقم بتطويل أنظمة الحوكمة الإلكترونية سهولا. فلنقم إذن وما كانت الحلول التكنولوجيا هذا ما استطيع أن نستخدمه العديد من الدول. وبهذه الطريقة نستطيع أن نقوم ببناء الثقة بين الأفراد وتطوير الخبراء. ومن ثم سنستطيع جميعا أن نتوصل إلى السلام في الفضاء السيبراني. السيد بن شكرا. أعتقد أن هذا جديد الميكروفون جديد لي. شكرا. فنقطتين بداية نحن قمنا بتحقيق كثير من التقدم ولكن ما زال الطريق طويلا. وأقول بما أمضي بالعمل إذا فأن أمن السيبراني أساسي عندما يحدث شيئا سيء لمدة 15 دقيقة ثم يذهب. فيجب أن يكون هذه أولوية طولة الأمد
بحيث نحافظ على الأهداف الإنمائية والحقوق، وبالتالي عملية كسر هذه الحواجز الأمر الأساسي وأنك متعدد الأشراء الأساسية، فهذا بلغ الأهمية وبناء قدرات الأمر الثالث. وإذا أردتم المزيد معلوماتي حول منظمة GFC فهناك موقع gfc.org. شكرا السيد شارك. شكرا سولومان. مناقشة رائعة، والتعقيب الرئيسي أن هذا عمل جماعي سواء حماية الأفراد والمنظمات من الجرائم السيبرانية والحماية والتعامل مع سوء المعلومات ومن ثم وتجهيلها، ومن ثم لابد من تنسيق واستراتيجية لتنظيم الدفاعات، وهذا سيتطلب القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ليتحدوا في الشراكة. شكرا. شكرا جزيلا سيد مشاغوني. شكرا. أعتقد نحن في حاجة إلى المنصات يسهل الوصول إليها وعادلة لجميع الأطراف وتستمع في أصواتهم، وهذا سيكون أمرا جيد وأساسا جيد للاحترام والثقة، وكذلك ستكون منصة لتوصل إلى أشياء أفضل. وكما أشار إلى فينسنت فال، نشمر سواعدنا ونبدأ العمل. شكرا مرة أخرى. شكرا لكل المتحدثين لهذا الحوار الصريح ولتوفير إذا أرائكم حول جعل الإنترنت. أعلم وأرجو أن كلنا قمنا بتسجيل كلمات الحكمة والأفكار من أجل صياغة مستقبل، فنعطي تصفيق حار للسادة المتحدثين. وكما قلنا فإن نجاح الإنترنت يعني إلى النجاح هو الملكية المتبينة والمعايير المفتوحة وتيسير إذا التكنولوجيا المسلسلة منذ البدء في الإنترنت حقق تقدما كبيرا نتيجة لشفيته وطبيعته المفتوحة. بعد قبل هذا فإن الإنترنت كذلك يمر عملية تغير مختلفة والتحديات من أجل تطور في هذا العالم الصعب، فإن الثقة الرقمية والأمن هي أساس النظام العالمي وأساسية من أجل التحول الرقمي الناجح، لأن الابتكار والرياضة ورفاه الاقتصادية تعتمد على الثقة التي يبدو من اكتسابها كل يوم. أنا متفائل أن جميع وكلكم يعني وضع السياسات والخبراء ومتخذي القرارات، كل منا كأسرة كبيرة من البشرية، سنتوصل إلى حل المشاكل وفي الفضاء السيبراني الذي نستطيع أن نعيش من غير أود. أن أشكر المتحدة واللجنة المنظمة وحكومة أثيوبيا اللي استضافت هذا المنتدى الرائع. أرجو أن تستمتعوا بكرم الضيافة والتقاليد والأكل والقهوة والموسيقى في بلادنا التي نسميها أثيوبيا. شكرا لكم جميعا لحضور جلستنا، وبهذا أقوم بختام منتدانا. شكرا.